سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي افضل حال يا اجمل ناس في الدنيا كلها. باذن الله جايبه لكم النهارده وصفه من اقوى الوصفات لاطاله الشعر وتكثيف الشعر وعلاج فراغات الرأس في وقت قصير جدا، وكمان علاج القشره، وهنحل كل مشاكل الشعر في الوصفه ديت. يلا كده نبدا الطريقه على بركه الله، بس ليا رجاء وطلب عندكم يا ريت كده لايك للفيديو بايديكم الحلوين، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات. يلا كده نبدأ الطريقة على بركة الله، ونسمي بسم الله أول مكون عندنا، وهو ورق الغار أو ورق اللورة، أو اسمه في بعض الدول ورق الرند أو ورق سيدنا موسى. هنحتاج لإناء بيتحمل الحرارة عشان هنسخنه على النار. هناخد حوالي معلقة كبيرة من ورق الرند أو ورق الغار، حفنة كده من الأوراق. المكون الثاني عندنا وهو الحلبة، بذور الحلبة. هنعمل معلقة كبيرة من بذور الحلبة، هكتب لكم ان شاء الله، فتابعوا معايا الفيديو للنهاية، وياريت كده تكتبوا لنا اسماء الاعشاب في بلدكم عشان الكل يستفيد. المكون اللي بعد كده عندنا وهو كليل الجبل او حصى اللبان، كلهم اسماء لمكون واحد وهو الروزماري. دي شكل الاوراق بتاعته، هناخد معلقة كبيرة. الروزماري بيعالج الصلع في وقت قصير جدا، بيعالج فراغات الرأس اللي موجودة في المقدمة او المنتصف في وقت قصير. اخر مكون عندنا وهو قشر البصل الاحمر. هنجيب بصلة حمراء متوسطة الحجم، وهناخد القشر بتاعها. البصل الاحمر مفيد للشعر اكتر من البصل الابيض. بعد كده بقى هنصب حوالي نص لتر من المية، يعملوا كوبايتين مية متوسطة الحجم. بالشكل ده هنقلب المكونات بتاعتنا، وبعد كده هنرفعها على النار، هنغليها لمدة 10 دقايق مع مراعاة ان احنا نغطي الاناء علشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة في الاعشاب. هننزله من على النار، وبعد كده هنسيبه يبرد وهنصفيه بالمصفى. هنحصل على منقوع اعشاب يعتبر غذاء مكثف للشعر، فيه فيتامينات ومعادن، بتعالج تلف الشعر وبتعالج التقصف وبتطول الشعر وبتغذيه. بعد كده هنجيب زجاجة اسبري عشان يسهل استعمال الوصفة، وهنحط فيها المحلول. ازاي هنستعمله؟ هنفرق الشعر نقسمه لأجزاء، وبعد كده هنرش المحلول على فروة الرأس أولا، ونعمل تدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع برفق لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده هنرش المحلول على باقي الشعر من الجذور لحد الأطراف، وهنغطي الشعر بالشاور كاب اللي هي قبعة الاستحمام او اي كيس بلاستيك موجود عندنا، ونسيبه على الشعر حوالي ساعتين كاملين. وبعد ساعتين هنغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبيعي، ياريت الشامبو يكون طبيعي ومكتوب عليه خالي من الكبريت في سلفات، لان الكبريت بيتلف الشعر وبيؤدي لضرر الشعر ضرر كامل. هنستعمل الوصفة ديت 3 مرات في الأسبوع، وهنلاحظ النتيجة من الأسبوع الأول، تكثيف للشعر وملء فراغات الرأس اللي موجودة في المقدمة والمنتصف، وهنحتفظ بالباقي في برطمان ونحطه في التلاجة صالح للاستعمال لمدة 7 أيام. مع تكرار الاستعمال هنلاحظ فرق رهيب في طول الشعر، وعلاج لتقصف الشعر الأطراف المتقصفة، وعلاج الشعر الهايش، وهنلاحظ تكثيف للشعر وعلاج للصلع مع تكرار الاستعمال. دلوقتي بقى هنعمل وصفة تانية سهلة جدا لعلاج شيب الشعر وكمان إطالة الشعر وتكثيفه. المكون الأول عندنا وهو القرنفل أو المسمار، ديت أزهار القرنفل أو براعم القرنفل. هنجيب إناء بيتحمل الحرارة،
هناخد معلقة كبيرة من القرنفل او المسمار. القرنفل بيعالج شيب الشعر وبيعالج الصلع في اللي موجود في المقدمة او المنتصف. تاني مكون عندنا وهو حبة البركة او الحبة السوداء او الكمون الاسود او السانوج، كلها اسماء لمكون واحد. هكتب لكم برضو زي ما قلت لكم المكونات كلها في نهاية الفيديو. هناخد معلقة كبيرة من حبة البركة، وبعد كده هنحط حوالي كوب مية، كوب متوسط الحجم في الإناء. هنقلب المكونات كويس، وبعد كده هنرفعها على النار ونغليها لمدة 10 دقايق لحد ما يتغير لونها، وبرضو هنغطي الإناء علشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي موجودة في المكونات لأنها بتتبخر وبتتكسر بالغليان بالشكل ده. وبعد 10 دقايق هننزلها من على النار ونسيبها تبرد، وبعد ما تبرد هنصفيها بالمصفى. هنحصل على محلول رائع للشعر، بيغذي الشعر وبيعالج شيب الشعر وبيعالج كل مشاكل الشعر. وصفة سهلة وسريعة ومن مكونين 2 فقط. بعد كده هنجيب زجاجة بخاخ اسبري ونحط المحلول فيها علشان يسهل استعمالها. ازاي بقى هنستعمله؟ هنقسم الشعر برضو لأجزاء وهنرش المحلول على الشعر من الجذور لحد الأطراف، وهنمشط الشعر عشان يوصل المحلول لكل الشعر، وهنسيب بقى المحلول على الشعر بدون غسل، بدون ما نغسل شعرنا، علشان يتغلغل ويوصل المحلول لمسامات الشعر ويغذي الشعر من الجذور لحد الأطراف. الوصفة ديت هنستعملها يوميا، بتدي رائحة عطرة للشعر وبتغذي، وهنحطها في برطمان، نحط الباقي في برطمان ونحتفظ به في الثلاجة ويصلح للاستعمال لمدة 7 أيام كاملة. هنستعملها يوميا، بتغذي الشعر وبتفيد الشعر جدا، بتعالج شيب الشعر وبتعالج القشرة وبتطول الشعر وبتكثف الشعر. وصفة رائعة جدا، يا ريت تجربوها بعد نهاية الفيديو. عندنا القرنفل او المسمار وكمان حبة البركة والحبة السوداء بتعالج شيب الشعر، مع تكرار الاستعمال بتحول الشعر للونه الطبيعي، وكمان بتحمي الشعر من ظهور الشيب في باقي الشعر. وصفة رائعة جدا وسريعة، ياريت الفيديو يكون عجبكم، يارب اكون افدتكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ياريت لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات. اشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.